حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم من جديد ومع صغار ستار اليوم ما شاء الله من حايل ومن القصيم ومن الرياض واليوم ما شاء الله المناطق كلها في صغار ستار يعطيهم العافيه. نرحب في اليوم اللي موجودين معنا النجوم اول شيء يعطيهم العافيه جزه ما شاء الله الشمري يعطيه العافيه والمنشد الجميل عبد العزيز وبرضه معنا مسك مميزه ما شاء الله عليها. وانت شو اسمك؟ همس. شو اسمك؟ همس. فاطمه. ساره. حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم اليوم منورينا في صغار ستار. ما نبي نبدا اليوم في موضوعك، نبي نبدا ندخلها على طول بصوت عبد العزيز وجهزنا شيله ولا ما شاء الله اي شيء نسمع. يلا تفضل. عود علي ارجوك واسعد عيونا اليوم ليل وصل متروك لا حق مني لوم عود على يوم مني في وسط عينك واخفني يا منيتي يا دنيتي من دون وصلك كيف أعيش عود وناظر وش جرى في غيبتك يا أغلى البشر دمعي سرى ومن بعد من بعدك ما ذقت لذة النوم المريح. يعطيك العافية يا عبد العزيز. اليوم برضو عندنا جزء نبغاك تقدم الحلقة أنت بطريقتك وبأسلوبك. يلا قدم هنا كاميرا وقدم. يلا أبشر. يا هلا والله شلونك عساكم طيبين. طبعا اليوم جبنا لكم آخر حلقة من صغار السار مقدمنا المبدع و آخر حلقة طبعا اليوم نصورها هنا ولا مستمر البرنامج؟ مستمر. إي مستمر. لا أقصد الله يعطيك العافية. لا أقصد آخر حلقة اليوم احنا نصورها هنا. يا تفضل. طبعا مع مقدمنا المبدع فهد السير. الله يعطيكم العافية وما شاء الله جزء أنت دخلت عالم اليوتيوب ما شاء الله الفلوقات والشغل. كيف انتقالتك لليوتيوب؟ كيف شفتها وحسيتها؟ والله أحسن. إيه. جو متابعين زيادة. جو متابعين زيادة. إيه. يعني فضلت اليوتيوب أفضل؟ إيه. لأن مساحة حرة تقدر تسولف وتعبر عن أي شيء صح ولا لا؟ إيه. طيب كيف شفتها؟ والله كويسة. من توي دخلت اليوتيوب ما كملت شهرين لين شهر وعشر شهور دخلت 150,000 متابع. ما شاء الله تبارك. وش تقدم دائما يا جزاء؟ أقدم يعني اللي بالقناة الحين فلوقات ومقالب. أمس اللي مصور مقلب وإن شاء الله بينزل لكم يوم ولا بعد يومين. بس مقلب في مين سويتها؟ ها؟ مين؟ لا والله خلوا مفاجأة. لا الحلقة بتبث بعد أنت ما تنزل المقلب. خلاص. في مين سويتها؟ يلا قل. عبد المجيد. سويت مقلب مع عبد المجيد. ايه. انت عبد العزيز ولا انت حالك؟ ايه. كلكم مع بعض. ايه. وش كان وش كان المقلب؟ والله ما اقدر اقول. ما راح والله ما راح احنا راح نبثه بعد هذه. ما نبحي لحق من الحلقه. ايه. حصريه خل. شلون حصريه؟ طيب خلاص. يلا. مكياجنا. حطيت له مكياج. ايه. بعدين شلون؟ بعدين شخبطنا على وجهه. طبعا هو نصراوي كتبنا نجاح في 119. ايوه. اي عصب هو. اي ما يدري هو شلون غمضت عيونه وش قلتوا له؟ لا لا ها؟ نايم. هو مواصل. كان مواصل ونايم. بعدين؟ بس اذا هو ما يعني بالعاده انه ينام 5 ساعات 6 ساعات ما هو مواصل. وشلون هو مواصل؟ ايوه. يبطي هنا. فانتم قاعدين تمكيجونه وهو ما يدري. نايم. صح من النوم لقى وجه مكياج. ايه. نبي نشوف المقطع ان شاء الله احنا وياكم يعطيكم العافيه. طيب بتعرف على البنات اللي معنا اليوم؟ ساره. حياك الله يا ساره. ايش عندك مشاركه اليوم يا ساره؟ ايش حابه تشاركي اليوم معنا في صغار ستار؟ ايش حابه تقولين؟ شكرا استاذ فهد واحبكم كلكم. وبس. ما عندك موهبه تحبينها تحبين تشاركين فيها دائما؟ ايش المواهب اللي تحبينها؟ ارسم. ما شاء الله الرسم حلو. واسوي اشياء. ايه مثل؟ يعني زي كذا سياره لعبه. حلو. ولا كذا ديكور ولا اي شيء. ما شاء الله حلو الرسم. يعني موهبه الرسم حلو لما الواحد يعني يحط الرسم. الرسم يعبر عن اشياء كثيره. لما تكون زعلانه تسوي يمين شيء زعلانه فيه يفرغ يعني الطاقه اللي فيك صح. يا سلام. وانت يا عسل؟ احب ارسم. وش بعد؟ اكثر شيء الاعمال. يا سلام. وش اسمك يا عسل؟ همس. همس. ايش تحبين يا همس؟ تشربين شاهي؟
قهوين قهوة شاي. ها ايش تحبين يا جن؟ احب رسم. ها؟ احب رسمات. تحبين رسمات؟ ايش ترسمين؟ كتكوت؟ اجل ايش ترسمين؟ كتوة؟ يا سلام. مش بعد؟ وردة. يا سلام عليك وانت يا عسل. مسك اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن مبدعة، سوت كليب جميل. ايش الكليب اللي سويتيه؟ تكلمي عنه يلا. تنشدين انت؟ سمعينا صوتك يلا. تقول المسك ظالم من ابوها، تعز المملكة وتعز سلمان، سلامي سلمان وحماها، حمى حدودها من كل عدوى. تقول المسك ظالم من ابوها، تعز المملكة وتعز سلمان، سلامي لسلمان وحماها، حمى حدودها من كل عدوى. يا سلام عليك، يعطيك العافية مسك. عبد العزيز سمعني. سمعني شيء كذا عالي. بسمعك الشيء اللي سجلته. يلا صح. وانت بعد كمان عبد العزيز زلت لك اعمال كثيره ما شاء الله وشيلات جديده. يلا سمعنا. سيدي يا ملكنا والله افداك، حنا من يضدك نضد لنا عنك نصد، ومن طمع في وطننا نرجم عن وطننا، لين بصمات يدينك تنطبع فوق خد. سيدي يا ملكنا والله افداك، حنا من يضدك نضد لنا عنك نصد، ومن طمع في وطننا نرجم عن وطننا، لين بصمات يدينك تنطبع فوق خد. يا سلام يعطيك العافية. خلونا نشوف فقرة أخبار صغار ستار ونرجع لكم بعد الفقرة. خليكم معنا. احنا صغار وصرنا ستار.